السلام عليكم. أهلنا قبل من يردون يوصفون عضة قاتلة أو كائن متوحش، يصفوا بالوحشية يقولون عضته كتالة، يعني تقتل الإنسان ونابة أزرق، وهذا حال شركة ريدمي في 2022. بس هالمرة الناب الأزرق هو أقوى جهاز بترسانتها بال 2022، وبرأيي أول فلاكشيب حقيقي كامل راح تقدمه ريدمي بعد استقلالها النسبي عن شاومي. ما راح يكون جهاز قاتل للفلاكشيب مثل ما تسوي ريدمي كل سنة. لا أصدقائي، الكي 50 برو بلس هو بطل حلقة اليوم وبطل ريدمي بال 2022. مرحبا، أنا حسن وأهلا بكم في تك تايم. بدل ما تلعب ريدمي بشكل دفاعي بالمنطقة اللي هي مسيطرة عليها، قررت ريدمي أن ترسل رسالة واضحة عالية وصريحة. الكي 50 برو بلس نازل للساحة ونازل قريبا، واللي يريد يواجهه خلي يستعد. بطارية الكي 50 برو بلس 5000 ملي أمبير، خلي الجهاز شغال بأقصى قوة يوم كامل، وياها عندك شحن سلكي هو الأفضل أو من بين الأفضل بالعالم بقدرة 100 واط. هذا لأول مرة نشوفه بأي جهاز من ريدمي. ما اقتنعت بعدك؟ فسهل كلش الحل يا ريدمي. شاشة 6.82% إنج OLED E4 من سامسونج، يعني خطأ أول. ممتازة بتردد 120 هرتز، دقتها Full HD Plus، والأول مرة أيضا بجهاز من ريدمي الشاشة راح تكون منحنية من جهتين، والجهاز راح يجيب سماعتين ستيريو علوية وسفلية حقيقية. وبما أنه الشاشة OLED فالبصمة راح تكون تحت الشاشة وضوئية ومن أداء عالي مثل ما معودتنا ريدمي. إذا ما اقتنعت بعدك فهم بسيطة، الريدمي كي 50 برو بلس راح يكون الأول في عائلته مقاوم للمي والغبار بمعيار الـ IP68. هذا يعني جودة تصنيعية أفضل في الجهاز عن كل أسلافه. وأيضا الكي 50 برو بلس راح يكون الأول بعائلته بكاميرا 108 ميجا بكسل في كل أجهزة ريدمي، والأول أيضا أنه راح يستخدم عدسات بيروسكوبيك زوم للتقريب البصري القوي جدا والدقيق. وعدا عن هذا كله، فإذا أنت باقي وياي لحد الآن فالصدمة الكبيرة جايتك وراح تعجبك حيل. بس قبلها لايك واشتراك، وأكيد مشكور على دعمك مقدما. نرجع للناب الأزرق اللي راح يكون أول جهاز بالعالم، ركز وياي يا صديقي، أول جهاز بالعالم بمعالج كوالكوم سناب دراجون 895، وقبل حتى أجهزة شاومي المنتظرة المي 12. أغلب التوقعات والتسريبات ترجح إطلاق ريدمي لجهازها داخل الصين قبل نهاية هذه السنة وبأيام قليلة. وبحسب موقع ديجيتال تشات ستيشن المشهور بتسريباته عن شاومي ودقتها، فريدمي مستعدة لتوجيه هذه الضربة للكل وبشكل مبكر وقبل الكل وسباقة. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم أصدقائي، وأشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.